ليثل جدا. حتى الكاتر ويك الخاصه بهند حتى الاضم كانت موجوده مع سان، ولكن اوكي كريستالارو كريستالارو ممتاز. وهذا هو السي سي اكلاس مثلا ماشي اكلاس بالكولينج، ولكن شوف البيرسينج ارو ولا في الاحلام من طرف السلاش نتاعو في البوت سايد. وبيتوسكا هيقوم بها فعلا، يتقدم عليه بودا، ربما يكون الكاتش على بيتوسكا. بودا صعب جدا، بيتوسكا ريبوست موجود من طرف بيتوسكا، ولكن مش ممكن مثل عزيمة دبل من نطبخ من طرف النوبة، يتخدم على الباك لاين. شوف ماركو هو ويو الشيب الفريدي بي اسنج يا سلام، جندت رايت كليكنج على الباك لاين، يتخدم بالاوتو اتاكس، يتخدم بالاروز، ويبقى اني بوت وحيد ويتيم للدفاع للبيز نتاعو. جندت يتخدم عليه، الليزر من طرف اني بوت، يحاول الهروب اني بوت، الى الحائط اني بوت، الى عين اني بوت. سوف ديليفرينج صراحة شايفين سوبرير سايفر، ولكن ويتزي كورب من رن داون وفي محاولة فلاي ماتش وفايت يتخدم برشا بالفلاك ممتاز جدا. الداشين على كلاونزي وغيكون ربما كيل ماخوذ من طرف فريق جي ان جي. خذوا الكيل، نعم الكيل ماخوذ من طرف جي ان جي، ولكن شوف سايفر من جنب راه موجود هو وسط بابو سيكور. ما تكونش سو جريدي وجيت مثلا من طرف الجي بي، سيكون فيها اسيست نعم يكون ربما موجود، ولكن من طرف مشعل الفوكس على سايفر وجيت من طرف مستعي ولا في الاعلام. الكيل ماخوذ جي ان جي موجود من طرف الفاي، سيكون كافي على بابو، مازال ما ماتوش فريق جي ان جي. وانسى جوهم باهي وغيكونوا حاضرين وانسى كان في البوت سايد. كيل ماخوذ من طرف راس يبقى 1 في 2، ولكن الى اين المفار سيكور لفريق جي ان جي ويمسحوا البارون مسح، ولكن محاولة الانجيج موجودة. محاولة ستيل خاصة تكون موجودة، ولكن سايفر سكيورين هذا مباشرة دبل من تريبل مان نوكوب من جرف مش عارف، ولكن من دون اي فلوب سيكور يحاول الكايت، ولكن العلم بار سايفر عنده دمج رهيب للغاية. ليك من طرف النامي هنا بابل على اجود، اجود يبحث عن الفرصة، كوكون ضايع مباشرة نايس وان من طرف دي جاب هنا، نايس سايد ستيب القدم السعيدة تخدم ساتوريس. الله عنده دبليو، سيكون الهي ميكر كافي هنا للسرفايف ولا لا؟ ساتوريس يحاول، الهي ميكر موجود مش عنده الدمج الكافي، مستحيل يستحيل من طرف النامي مش ممكن. فايكنج ياخذ الكيل ليك ماهيل، الكلينج من طرف فريند موجود بالكلاس مشان يومنا يتخدم من البوت تي بي، ربما الاوبجيكتيف يكون ماخوذ والتيمات موجود من طرف استاذ ساتوريوس. فيس بريكر موجود مباشرة على استاذ اشود، ربما يكون فيها كل ماخوذ وافو بالستيل المعجزة، المجسات خدامة في البيت، ياخذ الكيل الاول على فيكينج لاب، يهرب بالحياة نتاعو بالفلاش نتاعو دي كامل.